عديدة من فئات الشعب المصري بكل طوائفه للتأكيد على الوحدة الوطنية ومدى تماسك الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات. أحمد أبو الحسن، النيل. أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري تنظيم الإخوان المسلمين بميدان الأوبرا بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين الأمن أثناء مسيرة لجماعة الإخوان المحظورة. وقد شهدت منطقة الأوبرا حالة من الكر والفر ما تسبب بشلل مروري في المنطقة، واضطر الأمن لغلق أبواب الأوبرا لمنع المتظاهرين من الدخول. من ناحية أخرى، تصدت قوات الجيش والشرطة لمحاولة أنصار الإخوان دخول الميدان بعد أن قدموا في مسيرة إلى محيطه. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها قوات الأمن في محيط الميدان. وسيطرت قوات الأمن على الموقف بعد أن تراجع أنصار الجماعة إلى الشوارع الجانبية. وللمزيد من المتابعة حول مظاهر الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في محافظات الجمهورية، ينضم إلينا من الإسكندرية عبر الهاتف محمد تماوي مراسل النيل. محمد، يعني كيف تبدو مظاهر الاحتفال بانتصارات أكتوبر في الإسكندرية اليوم وكيفية الاستعداد لها غدا؟ يعني المظاهر بدأت مبكرا، هناك يعني حالة زخم شديدة جدا في منطقة سيدي جابر التي قام فيها يعني رجال القوات المسلحة ورجال المنطقة الشمالية العسكرية يعني مسرحا كبيرا لإقامة احتفال القوات المسلحة في الغد في منطقة سيدي جابر. وهذا الموقع تحديدا واختيار هذه المنطقة ربما هي رسالة أراد الجيش أن يوصلها إلى الشعب من خلال اختيار أحد أكبر وأهم المواقع التي شهدت ثورة المصريين في 30 من يونيو. يعني أتى الجيش بمسرحه وبرجاله ليحتفل مع الشعب في هذه المنطقة. يعني المشهد الأبرز الذي أراه الآن أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين بدأت تتوافد منذ هذه الليلة، وهناك أعداد كبيرة من الشباب يعني ترغب في البيات في ساحة الاحتفال، وربما هناك مناقشات بينهم وبين رجال القوات المسلحة يعني بالرغبة أن يتركوهم يبيتوا في مكان الاحتفال. هناك أيضا حديث عن منصات أخرى غير المنصة التي أقامتها القوات المسلحة بمنطقة سيدي جابر. هناك مواطنين يشتركون في إقامة منصة أخرى يعني بجوار القاعدة البحرية في رأس التين لإقامة أيضا احتفال شعبي في هذه المنطقة. كانت هناك فعاليات كثيرة على مدار اليوم، هناك عروض فنية ومعارض فنية، هناك معرض فني أقيم في كلية الفنون الجميلة وافتتحه السيد محافظ الإسكندرية. كل هذه فعاليات كبيرة جدا. أيضا فيه بالنسبة للشق الأمني هناك تواجد كثيف جدا لرجال القوات المنطقة الشمالية وأيضا لقوات مديرية أمن الإسكندرية. السيد مدير أمن الإسكندرية بنفسه يمر على الخدمات منذ الصباح الباكر وحتى الآن. يعني أي أحاديث أو أي حملات تخويف بالنسبة للاحتفال أعتقد أن ليس لها أي أساس من الواقع. ربما تحدث مناوشات في بعض المناطق في الإسكندرية، لكن المؤكد أنه لن يحدث شيء في سيدي جابر لأن التأمين موجود بشكل كبير جدا جدا في هذه المنطقة. نعم، من الإسكندرية محمد تماوي، أشكرك شكرا جزيلا لك. وإلى السويس، ومن هناك انضم إلينا مراسل النيل إيهاب ويليام. إيهاب، كيف تبدو الأجواء لديك في السويس؟ يعني السويس ربما لا تختلف كثيرا عن مختلف محافظات الجمهورية، حيث هناك المظاهر الاحتفالية التي بدأت دورها اليوم باحتفالية فنية واستعراضية كبرى نظمتها مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة السويس باستاد السويس الجديد. هذه الاحتفالية شملت إلى ذلك أيضا كلمات من الحاضرين، ويمكن كان على رأسهم اللواء العربي السري محافظ السويس وعدد من القيادات للقوات المسلحة ومن عناصر الجيش الثالث الميداني. تحدثوا فيها عن العبور العظيم وعن تحالف الشعب والجيش والشرطة من أجل رفعة الوطن. غدا أيضا تستمر الاحتفالات بإيقاد شعلة النصر ووضع قليل من الزهور على النصب التذكاري لحديقة الخالدين بمحافظة السويس. أيضا ثمت مسيرات للشباب على الكورنيش الجديد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.
إلى ذلك أيضا وقبل قليل تم الإعلان عن إغلاق ميدان الأربعين، وذلك تحسبا لوقوع أي اشتباكات غدا في محيط الميدان بعد أن أعلنت القوى السياسية أنها سوف تنظم تظاهرات ومسيرات الهدف منها الحقيقة التأكيد على التضامن مع القوات المسلحة. هذه القوة حذرت تنظيم الإخوان من محاولة اقتحام ميدان الأربعين لأنه يشكل دائما رمزا للثورة. يعني يمكن أخيرا ما أود أن أذكر أن هناك مظاهر للتأمين المكثفة سواء من عناصر الجيش الثالث الميداني أو من الشرطة، مديرية الأمن أيضا تنظم دوريات راكبة تبوء مختلف أنحاء المحافظة للحفاظ على الأمن. مراسل النيل من السويس إيهاب ويليام، شكرا جزيلا لك. ومن السويس إلى الغربية والاحتفالات في محافظات مصر المختلفة، حيث ينضم إلينا من هناك مراسل النيل إيهاب سعيد. إيهاب، كيف تبدو مظاهر الاحتفال بانتصارات أكتوبر في الغربية اليوم وكيفية الاستعداد لها غدا؟ بدأ الاحتفال بالفعل منذ الأمس، تجمع بعض المواطنين أمام ديوان عام المحافظة في ساحة السوداء. في الصباح قام سيد محافظ الغربية بوضع قليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. صحوا السيد مدير الأمن والمستشار العسكري لمحافظة الغربية. كان موجود بعض تلاميذ المدارس وبعض حاملين الأعلام والمواطنين، ثم توجه بعد ذلك إلى بعض المناطق العسكرية. ثم الآن موجود أمام ديوان عام المحافظة منصتان موجود بين بعض من قصور الثقافة، الفنون الشعبية، الطنورة، الكل يحتفل، حاملين الأعلام. لا يوجد ما يعقد صف المواطنين في محافظة الغربية منذ الصباح، ونتمنى غدا أن يكون هذا الاحتفال احتفال كبير بذكرى أكتوبر المجيد. الآن يوجد الكثير أمام من المواطنين أمام ديوان عام محافظة الغربية وكذلك في ميدان الشون في مدينة المحلة. قوة التأمين، يوجد تأمين من قوات الجيش والشرطة على المنشآت الحيوية. الوضع يسير على ما يرام في محافظة الغربية بالكامل. نعم، أشكرك إيهاب سعيد مراسل النيل من الغربية، شكرا جزيلا لك. وإلى الشرقية، وتنضم إلينا من هناك مراسلتنا أسماء عبد العظيم. أسماء، أنت أيضا في الشرقية، كيف هي أجواء الاستعدادات لاحتفالات ذكرى أكتوبر؟ الشرقية جميعها تحتفل بجميع مراكزها بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر. محافظ الشرقية الدكتور سعيد عبد العزيز توجه اليوم إلى الكلية الجوية وقام بتقديم التهاني إلى ضباط هناك، وشهد العروض العسكرية التي سيقوم يعني ستقوم بها الكلية غدا واليوم. الطائرات المروحية حلقت اليوم من منذ الصباح الباكر في سماء المحافظة. كان هناك أيضا يعني المصابيح الكهربائية، وكانت معلقة على ديوان عام محافظة الشرقية وعلى مجلس المدينة. مكبرات الصوت يعني الآن هل تسمعون الأغاني الوطنية التي تردد في الشوارع في جميع ميادين محافظة الشرقية. المديريات مثل مديرية الشباب والرياضة قامت بتجهيز احتفالات الغد، بتجهيز الأعلام والتيشيرتات الخاصة بهذه المناسبة والمكتوب عليها مصر أكتوبر. أيضا هناك مديرية أمن الشرقية قامت بالتوجه إلى المستشفيات مثل مستشفى سدماوي، وقامت بتوزيع هدايا والألعاب على مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام. يمكن نقول أن المحافظة يعني تفتح بوشاح النصر احتفالا بنصر أكتوبر. أسماء عبد العظيم من الشرقية، شكرا لك على هذه المتابعة. وإلى الإسماعيلية، حيث نتابع أيضا من هناك مظاهر الاحتفال في محافظة الإسماعيلية مع مراسلتنا شيرين فراج. شيرين، يعني الإسماعيلية دائما محافظة لها طابع خاص في الاحتفالات، فماذا لديك من احتفالات في محافظة الإسماعيلية هذا العام بأعياد أكتوبر؟
كما ذكرت انطلقت فعاليات الاحتفال بمرور 40 عاما على ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيده في محافظه الاسماعيليه. تم رفع الاعلام المصريه على جميع المؤسسات الحكوميه والمراكز الشبابيه، وفي الساعه الواحده ظهرا اقيمت احتفاليه بالصاله المغطاه بالشيخ زايد تحت رعايه مديريه الشباب والرياضه، حيث تم تكريم المحاربين القدماء وتم تقديم عروض رياضيه كالكاراتيه وكره القدم، وتم بالاضافه الى تكريم بعض الرياضيين القدماء. الان منذ 10 دقائق تقريبا بدات احتفاليه فنيه على مسرح قصر الثقافه الاسماعيليه، حيث تقام عروض فنيه لفرق الفنون الشعبيه والسمسميه والتنوره والفلكلور. واهم من كل ده ان الاحتفاليات هذا العام احتفاليه نصف اكتوبر والتتم بمحافظه الاسماعيليه تتم في حراسه امنيه مشدده من قبل القوات المسلحه والداخليه، كما ان هناك تنسيقا امنيا كما علمنا من قبل امن السويس وبورسعيد والاسماعيليه لاتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه لحمايه المجرى الملاحي لقناه السويس بمدن القناه الثلاث بعد حادثتي اليوم وامس. إليك. نعم أشكرك شيرين فراج مراسلة النيل من الإسماعيلية. وإلى صعيد مصر ننتقل، وتحديدا من المنيا حيث مراسل النيل أحمد رفعت. أحمد، أنت أيضا انقل لنا الأجواء لديك والاستعداد لاحتفالات ذكرى أكتوبر. نعم، اليوم استعدادات كبيرة تشهدها محافظة المنيا من قبل بعض الحركات الشعبية والمؤسسات المدنية والشبابية لاحتفال غدا بنصر أكتوبر العظيم، حيث تعد اللافتات والمسارح بالمدينه الكبرى وتجهز فرق الفنون الشعبيه بكافه المراكز للوصول الى الاغاني الوطنيه. بدات الاوقات منذ اليوم للتجمع صباح غد باكر في المدينه الكبرى بالمحافظه وسط تحسبات واستعدادات امنيه مكثفه تحسب لوقوع اي تعديات او محاولات لافساد هذه الاحتفاليه بنصر اكتوبر العظيم. احتفاليه الغد تهدف الى تعظيم دور الجيش الكبير في حمايه البلاد داخليا وخارجيا ورد الجميل لتلبيه مطالب الشعب في 30 يونيو. اليوم شهدت المنيا هدوءا نسبيا في عده مراكز بعد مسيرات دعت لها جماعه الاخوان المسلمين المحصوره في بعض القرى والمراكز، حيث خرجت مسيرات من المسجد الكبرى من مدينه